عاملين ايه يا اصحابي؟ النهاردة جايب لكم تجربة جديدة، وهو مشروب غازي موجود في السوق، وقلنا نجربه معاكم لانه غريب شوية. انتوا عارفين ان هو لونه ازرق زي الازازة كده بالظبط، هو بطعم الفاكهة الاستوائية، وهنجربه مع بعض ونقول لكم الريفيو بتاعي انا وليلى كان عامل ازاي. طريقة الفتح بتاعتها سهلة جدا زي ما انتوا شايفين، ودي لونه يا جماعة، بجد اللون حلو قوي قوي قوي، ودي اكتر حاجة كمان عجبتني ان لونه ازرق زي ما انتوا شايفين. ويلا نجربه مع بعض ونقول لكم الريفيو بتاعنا. انا بالنسبة لي طعمه كان حلو، وخصوصا للناس اللي ما بتحب السكر كتير، السكر ما كانش كتير فيه فعجبني بصراحة، وهديله 7 وليلى هتديه 8. يلا اكتبولي في الكومنتات ايه اكتر مشروب غازي انتوا بتحبوه.